تواصل اللجان الإشرافية الموزعة على محافظات المملكة الأربع استقبالها لطلبات الراغبين في الترشح للانتخابات النيابية والبلدية 2018 حتى غد الأحد. وأكدت اللجان الإشرافية الموزعة على محافظات المملكة الأربع ازدياد أعداد طلبات الترشيح للانتخابات النيابية والبلدية بشكل ملحوظ بنهاية اليوم الثالث من بدء تقديم طلبات الترشح للانتخابات. هذا وأكد رؤساء اللجان وجود العديد من المحطات داخل المراكز الإشرافية لضمان الحركة الإنسيابية في عملية تلقي طلبات الترشح وتدقيق الأوراق الثبوتية والمستندات المطلوبة من المترشحين بسلاسة ويسر، كما توفر المراكز أدلة تبين الشروط الواجب توافرها في المترشحين.